بدي انتقل ايضا عبر سكايب الى سفيرة لبنان في روما في ايطاليا ميرا داهر. صباح الخير سعادة السفيرة. صباح النور، صباح النور، كيفنا اهلا اليوم ناس؟ اهلا وسهلا فيك، اهلا وسهلا فيك. بداية يعني قرأنا بعض المقالات الصحفية التي تقول بأنه صار في استنسابية من حضرتك في التعامل مع الطلاب اللبنانيين الذين عادوا إلى لبنان عبر الطائرات اللي عادت الطلاب من أكثر من بلد. بدي أسمع رأيك في هذا الموضوع، خصوصا وأنه في 16 مقعد على هذه الطائرة ما كانوا للطلاب، يعني 16 مسافر من غير الطلاب، بالوقت يلي على أساس كانت هذه الطائرات مخصصة للطلاب. أول شيء بدي بس بداية بدي أتمنى برمضان كريم لكل اللبنانيين ولكل اللي كل العالم العربي أو كل العالم بأسره، إن شاء الله يكون شهر فضيل، وإن شاء الله تكون هيدي بركة وتحل علينا كلنا بهذا الشهر الكريم. ما يعني بالضبط عن المقالات الصحفية، أنا مني كتير إذا بدك متابعة المقالات الصحفية، بس ما بعرف عن بالضبط عن شو، بس بدي في أقول لك بشو صار، يعني بمفهوم العام انه اولا نحن عندنا 10 محلات على البزنس كانت مدفوعه بزنس، يعني هذا كانت اكيد انه اللي بقدرين يدفعوها، لانه لنقدر نطلع الطياره كان بدنا يكون عندنا محلات مدفوعه على البزنس. ونحن كان عندنا 110 طلاب للحقيقه على الطياره، وكلهم كانوا طالعين بدون دفع، بس نحن كمان كان عندنا الحالات اللي هن كانوا الناس اللي كانوا علقانين بايطاليا هو اللي نزلوا، يعني هو اللي في عندنا نحن ناس كانوا قاعدين على الطرقات، كان في عندنا ناس، ما تنسوا انه هيدي كانت اول طياره نازله من ايطاليا، هيدي الطياره كانت للطلاب، انا اللي خصصتها بشكل اساسي، يعني اللي كان طلب الاساسي انه تكون للطلاب، ما كانت كوميرشال، يعني نحن طلبنا انه ما تكون كوميرشال، بس هن كانوا حق التيكيتات 926 يورو للايكونومي، وكان حقها 1825. ومؤسسه الوليد بن طلال مشكوره جدا جدا على هالخطوه اللي عملتها، انه قررت انه تساعدنا طبعا اكيد يعني بتضامن مع الدولة اللبنانية ومع وزارة الخارجية ومع رئاسة الوزراء ومع كل العالم المعنيين، انه تطلع السيارة ونخصص الجزء الاكبر منها للطلاب، بس نحن عندنا 10 محلات كانوا بزنس، هدول اندفعوا من اصحاب العلاقه، وكان عندنا كمان كان عندنا نحن بدنا نتذكر انه نحن عندنا 400 طالب ناطر، وعندنا 110 محلات بنقدر نطلع عليها طلاب، ما بعرف شو مبدا الاستنسابيه، بس اكيد انه من اصل ال 100 و400 بده يضل عندنا كثير ناس ناطرين، وهذا الشيء طبيعي ومفهوم، والاستنسابيه اللي دخلت فيها بتصور انه اليوم اي عدد بضل بدها تكون فكره انه نحن اخذنا المعايير الاساسيه، وهذا بتصور شيء بيرجع للاشخاص اللي طلعوا على الطياره، بتصور كل واحد بيقول انا كمان عندي اولاد، بس انا بتصور ما حدا اولاده اهم من الاولاد اللي كانت على الطياره، يعني نحن مش انه حطينا اولادنا على الطياره وبديناهم على غيرهم لحتى نقول استنسابيه، بالنهايه كل واحد ضل بده يضل يقول انه انا ضليت وغيري راح، بس انه في حدا بده يضل وفي حدا بده يروح الى انه تيجي الطياره اللي بعدها وتاخذ الكل، والا لو كانت بس كوميرشال الطياره عدد كثير كبير من هالطلاب ما كان قدر طلع اصلا على الطياره للحقيقه، يعني حتى بال 50% ما كنا قدرنا نطلعهم، لانه طلابنا نحن عم نفتش مين يعطينا يعني يساعدنا لحتى نخليهم يستمروا، شو حال لو بده يكون التيكت بده يكون مدفوع، بقى بتصور انه اليوم بدل ما نقول مشكورين للدوله اللبنانيه اللي عملت كل اللي جربنا نعمل كل شيء فينا لحتى نخفف عن اعباء لهالطلاب، وبدل ما نحن نوقف اليوم نقول انه لاول مره بتصير انه بتطلع طياره فيها 110 طلاب بدون ما نكون مدخلين الاموال بالموضوع والكوميرشال، لانه ثلاث ارباعهم اللي عم بيطلعوا يقولوا طب هدول اليوم بكره اذا جبنا لهم طياره كوميرشال فيهم يطلعوا الطياره؟ بس سؤالي لهم، يعني انا اليوم بالنهايه نحن كان عندنا كثير ناس علقانه، جزء منهم رجع، الجزء اللي قادر بعد شوي يضل عطى محله للطلاب، لانه للحقيقه وقت بتكون مدفوعه للطلاب مش يعني كانت هن حتى اللي ساعدونا كثير، في عندنا نحن شي 10 اشخاص اليوم
قرروا انه يضلوا شوي اكثر ويتحملوا هن معنا شوي ليقدروا يدفعوا الطلاب محلهم بهالحاله، لانه كانوا قادرين يدفعوا تيكتات بمعنى انه على الايكونومي، بس ما ضلوا انه هيك. وكانت يعني نحن فيني احكي عن مناقبيه مؤسسه الوليد بن طلال وعن الشفافيه اللي كلنا اشتغلنا فيها وعن المعايير اللي كلها انحطت وكثير واضحه. طيب بدي اسالك بس لو سمحتي بس عن كم شغله بهذا الموضوع. يعني يقال انه من نسق بموضوع اسماء الطلاب يلي انحطوا على اللائحه، انه الاتهامات او خليني اقول الاسئله يعني كانت تدور حول انه كانت بالتعاون مع احد الحزبيين يلي بعيدا عن المعايير المفترض انه هو يكون عم يتعاطى مع هذه اللائحه، انه بوقت في كمان اسئله. بس اذا في خليكي ما بحب انا ادخل بالتفاصيل بهيك مواضيع، لانه بالنهايه اليوم لا طالب بيقرر ولا اسماء بتقرر، في عنا وضع معين. نحن عنا اللوائح معبيه بالسفاره ديريكت، ونحن عنا كل الطلاب مقدمين طلبات على السفاره. بقى اليوم اذا اجى قرر واحد يخبر خبريه على طريقته، نحن ما رح ادخل معه بسجل ورد على طريقه معينه، يعني هذا مش وارده عندي، لانه اولا نحن الاسماء كلها ماخوذه من السفاره بحد ذاتها، لوايحنا نحن مشتركه بيننا وبين القنصليه العامه بميلانو، لانه نحن القنصليه العامه بميلانو هي الاساس للطلاب، مش روما، روما عندها طلاب، نحن طلعنا كل الطلاب من الجنوب، لانه بجنوب ما بيقدروا يطلعوا من الجنوب الا لحتى ينحطوا على طياره بيروت، يعني ما بيقدروا يتركوا جنوب ايطاليا الا ليكونوا متجهين الى اول طياره على بيروت، والا ما بيقدروا يطلعوا، وبالتالي هدول الطلاب كلهم نحن كان عندنا طلاب علقانين من وزاره الزراعه، كان عندنا ناس عم تعمل ماسترز، كان عندنا 22 طالب من تحت طلعناهم كلهم سوا. بقى المعايير اللي انحطت، نحن السفاره والقنصليه العامه والدوله اللبنانيه بتعرفها، ما بتصور انه نحن اليوم بمعرض انه نرد على اي اول شيء الاستنسابيه، الطياره ما كانت مقدمه، الطياره ما كانت انه جايه نحن كله كنا عم نعمله بشكل تلقائي، يعني بالاول كانت الطياره تيكتات مدفوعه، وبعدين بس شفنا انه ما عندي ولا طالب رح يطلع علي الا اثنين او ثلاث طلاب، صرنا عم نفتش كيف ندفع عنهم، وبعدين يعني هيدي كلها كانت عم بتصير يوميا، وهي كل القصه صارت بثلاث ايام. بقى الطلاب الاسماء اللي معطات، نحن مش اولاد صغار قدام حدا لحتى يجي خبرنا كيف بدنا نتصرف، ولا نحن بنتاخذ باي حديث من ما بعرف شو هو، ولا ما رح ادخل فيه لانه هذا سجل مش وارد ندخل فيه، بس نعم نحن عندنا لوايحنا وعندنا اسمائنا وعندنا التعبيه المعبيه من هون. اكيد في عندي كثير ناس بعدها ناطره، بس اكيد كمان في عندي انا ناس يعني كان لها اولويه، ان كانت مريضه، ان كانت كبيره بالعمر، اذا كان في عندي حالات معينه، عندنا ناس مثلا عندهم اوضاع صحيه، في عنا ناس عندهم اوضاع نفسيه كانت صارت كثير صعبه وموجودين لحالهم بمحلات معينه، يعني في عندي تفاصيل بتصور انه الله خلق العباد ومرضيها، بس يا ريت ما بندخل بقى بهالتفاصيل لسبب واحد، انه نحن عم نطالب اليوم مش انه بطياره سريعه لميلانو، لانه عندي بعد كثير طلاب ناطرين. مزبوط، انا هيدا اللي بدي اسالك اياه. من اصل 400، بس انا اليوم ال 400 اللي كانوا وطلع منهم 110، اليوم عندي 400 صاروا اوريدي، يعني اليوم اللي ناطر كان وقبلين صار حاسس حاله كمان هو بده ينزل، يعني نحن اليوم لو بس تبرم العجله تبع الطياره بصير هذا الحديث، يعني اليوم اذا مش اليوم بكره بنزل، هيدي هي القصه كلها، بس المشكل كله نحن حق التيكت اللي بده يندفع، قديش قادرين نحن نوفر منه، قديش قادرين نطالب انه حتى على 50% كم طالب قادر يدفع، هول كلهم بدهم ينعملوا بشكل بس نعرف الطياره وما جيت على ايطاليا واذا جايه امتى، ساعتها ببين عنا كمان بس ساعتها بالاستنسابية بده يبين مين قادر يدفع مين مش قادر، وقديش قادرين يدفعوا والبقية شو بيقولوا، بدهم يقولوا كمان انه نحن ما طلعناهم على الطيارة، ما في واقع حال بالنهاية، في عنا واقع حال. نعم. طيب في كمان لو سمحت بدنا يعني توضيح على مسألة انه في شخص راح وتبين بعدين انه الاسم مدرج باللائحة عن طريق الخطأ، وإنه طبعا للحقيقة اليوم هذه الصبية
بدون ما اذكر مني لانه هي بتعرف حالها، لانه عم بتلفن على كل المحلات حتى تخبر القصه. الحقيقه حطينا لها اسمها لانه وقت اللي كان مطلوب انه نحط اللبنانيه ونحط الاعمار، كانت هي احد الاشخاص اللي بفوتوا بهذه الكاتيجوري، واتضح بعدين انه في هي من ام لبنانيه بس الجنسيه مش لبنانيه. ونحن مثل ما بنعرف اليوم عند اللبنانيه هن كتار ناطرين، يعني انت بتعرفي انه اليوم يعني اول شيء بدك تقريه هن الجنسيه اللبنانيه، يعني مش رح تكون غير هيك بالوقت الحالي. وعلما انه انا عندي كثير تلاميذ من امات لبنانيه ناطرين بالدور، وهن انا كأم اولى من كثير عالم، يعني انا بعد الام اللبنانيه هيدي اولويات، بس ما بقدر بعد كنت نزل على الطياره جنسيات مش لبنانيه، خاصه اول طياره نازله وما عندي محلات. بقى هيدا الوضع معروف شو هو ومعروف ليش، ونحن تلفنا له وقلنا له ما تواخذينا، بس نحن اليوم بالجدول اللي بده ينزل بده يكون الجنسيه اللبنانيه. وهيدا اللي انا كثير بزعل، لانه عندي بعد انا طلاب امهم بيون اردني، طلاب بيون عراقي، طلاب بيون اسبانيولي ايطالي، ما قدرنا ننزل حدا. نحن اليوم الام اللبنانيه هي اساس، بس الجنسيه اللبنانيه لهلا بالوقت الحالي كانت هي المعيار بانه ناخذ الطلاب. بقى هيدا كمان موضوع يعني اذا الناس بتعرفه هيدا هو مش اكثر ولا اقل. وبعدين اليوم انه نحن نقعد نحكي بهذا الموضوع بهذا الشكل ما بياخر وبقدم، لانه بالنهايه اليوم كل واحد عارف حاله وقت اللي كان يعني عم نسأله إذا كان قادر بالأول يدفع أو ما يدفع. بعدين بس صارت هيدي القصة صار عنا كتير معايير، هي العمر. نحن اللي نزلناهن كان في عنا 2001 وال2000 99، وبعد في عندي كتير ناطرين بهالأعمار. يعني أنا اليوم تجي أم بتقلي أنه أنا في عندي ابني ما نزل على الطيارة وغلاوته عنده من غلاوته عندي، بس أنا بقلها بس كمان أولاد اللي نزلوا على الطيارة كمان أولاد غالين على أهلهم وعلينا بالنهاية المحلات. نعم هذه. بس كرمال هيك اليوم هلأ عم نسأل عن المعايير. هلأ في كتير ناس عم يسألوا أنه بعد بدهم ينزلوا، مثل ما عم بتقولي أنه نزل 110 بعد في مئات اللبنانيين الطلاب يلي بدهم ينزلوا. هلأ ما هي المعايير التي تعتمد لحتى بالطائرات المقبلة عندما تقرر بالأول بس يقرر الطيارة على أي أساس جاية؟ هل هي تيكتات بدها تتاخذ مدفوعة؟ أو هل في عنا حدا اليوم كمان ياخذها كلها للطلاب؟ هل نحن اليوم نقدر ندفع 50%؟ مين من الطلاب؟ أنت بتعرفي إنه نحن اليوم كدولة مش قدرتنا ندفع عن حدا، نحن كسفارة أو كدولة أو مش قدرتنا نقول للطالب تفضل اطلع على الطيارة إذا ما حدا إجا منحنا الطيارة، مثل ما صار مع مؤسسة الوليد بن طلال. وبالتالي بدنا نشوف في كتير أهل يمكن قادرين يدفعوا للطلاب ولادهم، هدول بده يقدروا يدفعوا التيكيتات بيقدروا يطلعوا. اذا السيارات مش يعني مش مدفوعه هيدا بيكون اول معيار، اذا مدفوعه اذا مدفوعه هيدا معيار اول، اذا مش مدفوعه بده كمان ناخذ نحن المناطق الصعبه طبعا اكيد، وان شاء الله هالمره بتكون الطائره من ميلانو لحتى يقدروا يكلوا الطلاب ديركت من محل ما هن. يعني اليوم الكساد الاساسي تبع الطلاب الموجود والمتواجد هو بالشمال، بقى اليوم هن بيطلعوا ساعتها بيكون عندنا اشخاص مريضه ومسجله حالك مريضه ونحن بنعرف فيهم، والطلاب عم بحكي بعدين. نعم. العمر كمان طبعا اكيد اساس، لانه العمر لانه هن صغار بيكونوا اول سنه، بقى اليوم ما عندهم بقى شيء يعملوه. في عندي كثير طلاب انا اخر سنه للحقيقه وبعد عندهم شهر او شهرين حابين يضلوا، نحن بدنا نساعدهم يضلوا بس بدنا نلاقي لهم وسيله يضلوا فيها لانه بدهم يتخرجوا. يعني اليوم اذا رجعوا ما بيعرفوا حالهم اذا راجعين، يعني انا عندي كذا كاتيجوري بالطلاب ونحن ملاحقينهم واحد واحد للحقيقه، وانا بعرفهم واحد واحد، بس انه طبعا اكيد في ناس رح تقدر اذا بتجي مثلا هيدي الطياره وراها وحده ثانيه بعد جمعه، مثل انه احنا عم ينزلوا طلابنا عم بيكونوا محجورين وعم بينزلوا ما فيها فري اوف كوفيد يعني فري اوف كورونا. نعم. هيدي انجاز كثير كبير لنا نحن. بقى انا طلابنا ما بتخوفني ابدا انه ينزلوا اول طياره وثاني طياره ورا بعضهم، يعني ليه بدنا نخاف؟ نحن بالنهايه عم ينزلوا عم ينحجروا ببيوتهم وعم بيطلعوا ما معهم شيء، وبالتالي ما بضل عنا حدا ناطر لا معيار ولا مش معيار. اليوم الطيارتين بتاخذ كل الطلاب ما بدها شيء. اليوم انا ليه بدي ضلني احكي بالمعيار انه ما لنا قصه 10 سنين، القصه اسبوع واسبوعين. بقى اليوم طياره بتاخذ اول جزء من الطلاب وطياره بتاخذ الجزء الثاني وبعدين خلص. نعم. طيب لحتى نختصر من بداية، لكان الطائرة الأولى اللي هي كان في قسم منها الوليد بن طلال هو متكفل فيها، ولكن كنت عم تقولي إنه في 10 110 ولكن إيه بس إنه في 10 كانوا مدفوعين،
اللي هن مدفوعين بالرسم من اصحاب العلاقه. من أصل نعم مدفوعين، واللي هن عمرهم يتخطى ال 35 سنة، يعني قصدي خارج خارج ما إلى عليه قصدي على قصدي بيدفع. نعم ايه، بس بقصد انه خارج يعني الكادر تبع الطلاب، يعني هن طبعا 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 اكيد طيب. اكيد اكيد اكيد. واللي لا كان هو هذا الناس اللي علقانه، الناس اللي عم تنزل، الناس اللي وكان هذا صار لها الموضوع فتره هون. بعلم القيمين على الطائرة، طبعا بعلم احنا القيمين على الرحلة. يعني الرحله القيمين على الرحله بهمهم انه كيف بدك تطلع الناس على الطياره اذا ما في تيكتات. نعم ما رح يعني يا حدا بده يدفع التيكت، يا اما حدا بده يكون عايل انه انا بدي ادفع التيكت. يعني ما فيك تطلع ناس على الطياره بدون علم حدا، لانه بالنهايه اليوم التيكتات مدفوعه. يعني اللي بده يدفع بده يعرف عن مين عم يدفع، واللي اللي بده يكون عم يدفع عم يعرف انه عم ياخذ محله، انه ما في مجال ما تكون ب انه مش شغله بنحط الناس عليها وبنقول لهم مشو. ما هون في تيكتات مدفوعه بالاسم، يعني انت عم بتطلع تيكت بالاسم، مش عم بتطلع تيكت لاشخاص وهميه. اليوم عم بيطلع الشخص على الطياره دافع حق التيكت تبعه، او حدا دافع له التيكت عارف مين. طيب بدي اعرف منك قديش ملحه هلا انه يكون في طائرات اضافيه، شو وضع الطلاب الباقيين؟ صرخه اليوم وعم بتقولوا قديش انه هيدي الصرخه انا اللي عم بتطلع، لانه في كثير طلاب حابين كثير انه يكونوا على اول طياره بترجع على صح، وما معهم مصاري. يعني خليني اقول سعاده السفير، ما معهم يدفعوا 1000 وقد ايه يورو يعني. هيدا اللي بدي اقول لك اياه انا، وقت اللي عملناها خطوه بدل ما حتى نكفي هيدي الخطوه ونقول ليكن احنا هيدي الدوله شو عم تقدر تعمل لهالطلاب، صرنا عم نحكي بالاستنسابيه. اذا في اذا ما معك مصاري وعم نجيب اول طياره، بدل ما نسعى على ثاني طياره نحكي عن الاستنسابيه. مش ما واحد منكم بده يضل بالنهايه، في ناس بدها تضل تقدر يطلعوا باللي بعدها. بس انه الشغله اليوم طلابنا بايطاليا الاكثريه الساحقه منهم مش قادرين يدفعوا التيكتات تبعولهم، هيدا بدنا نقولها. نعم. اليوم في ناس قادرين يدفعوا وبتيجي كوميرشال فلايتس، واكيد كثير ناس بيطلعوا عليها، بس بيكونوا نازلين قادرين يدفعوا التيكتات. عم نحكي عن الطلاب، بالطلاب نعم. عنده جزء كبير منهم ما رح يقدر يدفع. صح. هون بدها ترجع الموضوع معيار مختلف، ما بعرف شو بده يكون، ما عندي فكره شو بده يكون. اول مره جرب يعني بصوتي انا ومعالي وزير الخارجيه كان كثير مشكور، وزاره الخارجيه كلها كانت كثير مشكوره، والرئيس حسان دياب وكلهم على التعاون اللي شفناه وعلى الدعم اللي لقيناه. بس الدعم المادي اليوم باول طياره، مين بيعرف اذا بيكون بثاني طياره؟ ما حدا اليوم. مش انه الدوله عم تدفع الطيارات، لانه هيدا الشيء مستحيل على كل عدد الطيارات الموجوده وكل عدد الاشخاص اللي بدهم يرجعوا، مستحيل. يعني اليوم الطلاب هيدا هو اللي انا كنت عم بقوله، انه اليوم اذا عندي هالعدد نحن مع بعض لازم نكون عم نجرب نلاقي الطياره الثانيه كيف نقدر كمان نطلعهم عليها. ويعني مره اثنين ثلاثه ما يضل حدا باللي انه نقدر ننزلهم. طب نعم. انا كيف ننزلهم اذا مش قدرت؟ نعم، خليني بس اذكر انه جمعيه اصدقاء لبنان في ايطاليا اليوم طلعت بيان نفت فيه كل ما جرى الحديث عنه، عن انه حضرتك رفضت التنسيق بشكل جماعي مع وفد من الجمعيه وفضلت اللقاء معهم بشكل فردي، وايضا نفوا كل ما الحديث يلي طالك بخصوص انك وكلتي حدا شخص لا يملك صفه رسميه، ما سبب احراج لكثير من الطلاب الراغبين بطلب المساعدات الماليه. طلع بيان ونشر اليوم البيان لجمعية أصدقاء لبنان في إيطاليا، صح؟ بدي أول شيء وجه تحية لجمعية أصدقاء لبنان بإيطاليا، ووجه تحية لكل الجمعيات اللي هي طبعا دعم أساسي لنا كلنا كسفارة وكطلاب. نحن اليوم كلنا مع بعض إيد وحدة بالخارج خاصة، وهن بيقدروا يعرفوا أوقات كتير بالطلاب نحن ما بنعرف فيهم وعم نتساعد. يعني التفاصيل تبع انه مش عم نحكي مع بالفرد وبالاجماع، انا اجمالا نشتغل نحن بمؤسسات، ما بنشتغل مع اشخاص ولا افراد، نحن بنشتغل كخليه. يعني انا عندي طلاب بفتشوا على بعضهم، انا اليوم بتلفن لي حدا بيقول لي انا بعرف حدا ثاني، بقول له اعمل لي ليستا وابعث لنا اياها. هيدي بالنسبه لنا بيكون كل العالم منتشره جنود على الاراضي الايطاليه. اليوم انا ما بقدر اعرف بالكل، بس الكل بيقدر يعرف فينا وبنقول له بليز ابعثوا لنا ايميلات. كل الشغل اللي صار من عبر اي انسان صار رسمي ومش رسمي، ما في حدا رسمي غيرنا بهالحاله اساسا. بس وعندنا نحن انصلنا العام
اكثر من رسمي وهو الاساس كان لنا، بس في عندنا ناس بالثالث بيبعتوا لبعضهم وبيجينا لوائح ونحن كله بنقول له احكي ديركت مع السفاره او مع القنصليه وتسجلوا، ما حدا اجى لعنا مش مسجل. بقى تحيه كثير كبيره وشكر كثير كبير لكل العالم اللي كانت عم بتحط ايدها بايدنا، وفردا ولا جماعه نحن بنحكي مع منفتحين ولالهم نحن موجودين لالهم اساسا، ان كان الاشخاص اللبنانيه بترأسهم لجمعيتهم نحن كثير مبسوطين فيهم وفخورين فيهم، او الاطباء اللبنانيه او الطلاب، نحن بالنهايه لمين هون. وبعدين اليوم بدهم يعرفوا كلهم انه اليوم الله خلق العباد وما رضيهم، بقى جينا نحن اليوم عم نطلع اكيد بدها تطلع صرخه ناس موجوعه ومضايقه وهن قاعدين وناطرين ومش عارفين، مش عارفين حالهم وين بدنا نروح. فعشان هيك اليوم طبعا اكيد ميلانو هي من الخطوات الاساسيه اللي تنحط، طبعا طياره الطلاب او طياره على ميلانو اذا ما بدنا نقول بس للطلاب، حتى كمان في كثير ناس بدهم ينزلوا على لبنان وعلى الانين، طبعا صارت اكثر من ضروره خاصه انه ما في حدا يفوت على ايطاليا ولا حدا يطلع منها، يعني مش عم بيقدروا يغادروا تيروحوا من غير محل، يعني اذا بدك تروحي من فرانكفورت ما فيك، بدك تروحي من ايطاليا، بقى نحن هيدي المشكله الاساسيه، صرنا هلا بمحل مسكر. ايه طيب يعني بدقيقه لو سمحتي، الوضع حول كورونا، يعني كنت عم تقولي لي انه الاصابات انه اللبنانيين اللي عم ينزلوا عم بيكونوا ما في اصابات وحاجرين كلهم حالهم، طمنينا بس بعد الى اي مدى اليوم اول شيء ايطاليا يبدو انها الى طريق التعافي، ولكن طبعا مع خسائر كبيره جدا، وضع اللبنانيين هناك. لك شغلة، إيطاليا إلى طريق إلى التعافي، وإيطاليا بالحقيقة مرقت بكتير صعوبات، وكانوا قدا عن جد. هلا يمكن تفاجئوا بكل اللي صار، وبتعرف اليوم الاقتصاد لعب كثير دور عند العالم اللي بالاول ما كانت مستوعبته، ويمكن بعدها اوقات كثير بتقول لك مش معقول ضلني حاجره حالي وانا اليوم بدي اطلع لقمه عيش، يعني عم نشوفها وين ما كان هيدي. بس عندنا كان الفريق الطبي اللي هو كثير 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 مشكور اللي قدر يكون قد الحمل، عندنا طبيب توفى لبناني، هيدا كمان من وجهه احر التعزيه لعائلته، وفي عندنا اطباء واخذوا الكوفيد وضلوا شهر بالمستشفى ورجعوا طلعوا وتعافوا والحمد لله ونشكر الله. فتكت كثير كثير بقوه بكل شمال ايطاليا اكثر شيء، وهون بدي هني ارجع الطلاب انه بالرغم من انه هن كانوا بعين العاصفه، نعم صح بعين العاصفه، طلعوا هن من لانه بيعرفوا واعيين كفايه ليتعاملوا مع الخطر، حجروا انفسهم، وانا بدي هنيهم من قلبي، يعني انا مثل اولادي اذا بدي اقول او مثل اخواتي بمحلات معينه، بس فعلا فعلا نحن اليوم لحتى ما يطلع لي اصابات بوقت الناس عم بتموت بالالافات هنيك، هيدا مش انا بدنا نحييهم عليه، بدي اقول لهم انا بنزل 40 طياره من ميلانو بلا ما افكر، لانه بعرف قديش هن مسؤولين وخايفين على حالهم بس على اهلهم بالاول اذا نزلوا، انا بعرف هيدا الشيء. بقى من هون بدي وجه لهم تحيه واكد وشد على ايدهم انه نحن ما في شيء كدوله، اليوم الدوله لحقتنا كل الوقت لتعرف وضعهم، ووزاره الخارجيه كل الوقت عم تسالنا عنهم، ونحن عم نقول انه اليوم هن بحاجه انه صار جزء منهم ثاني ينزل على لبنان، وبنطالب يعني بنقول انه نحن اليوم بنطالبهم انه يضلهم حاجرين حالهم لحد ما يكون اجت هالطيارة الله راد اول وحده ويمكن الثانيه، لحتى نقدر نكون خففنا هالضغط النفسي عن هالولاد او عن هالطلاب لحتى يكونوا نزلوا ويرتاحوا بين اهاليهم 14 نهار حاجرين حالهم هون، بيحجروا حالهم تحت الصيفيه على البواب، ما بقى عندهم شيء يعملوه، صح. وبالتالي بيقدروا ينزلوا لتحت، واليوم كلنا بنعرف انه هيدي صارت حاجه كثير 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 ملحه على الكل. شكرا لك سفيره لبنان في ايطاليا في روما ميرا، وطبعا بدي اتمنى يعني ايطاليا انه عن جد فعلا نرجع نشوفها متعافيه وكل العالم، بس ايطاليا بتحسي في شبه بين شعبين، الشعب اللبناني والشعب الايطالي، بتحسي انه دائما في حنين الى ايطاليا، وكان بالوجدان اللبناني حتى ايطاليا كثير اثرت فيه. بدي اتمنى طبعا انه تكون الى بطريق التعافي سريعا، وبدي اتمنى انه نضل نتعاون كوننا يعني بالمنصه الاعلاميه معكم لعوده كل الطلاب يلي عن جد فعلا هن بحاجه انه يرجعوا.
وخصوصا اللي ما قادرين يدفعوا تيكت الطيارة يلي هي فعلا غالية عم بتكون. بدنا نتعاون قدر المستطاع ليرجعوا كلهم، ولا الطلاب اللي بدهم يتخرجوا تأمين الظروف المناسبة لهم لهونيك لا يتخرجوا ويرجعوا متخرجين إلى عيالهم. شكرا لك سفيرة لبنان بس في يعني إيطاليا. شغله واحده بعد، بدنا ناكد نرجع على دور البنوك اللي هو مهم كثير، ويرجعوا يتكفوا مساعدتنا بانه يفتحوا هدول الكروت تبعوا للتلاميذ، واللي عم نلاقي تجاوب من بعض البنوك بس مش من كل البنوك بعد بشكل عام. وبدنا كمان نوجه تحيه كثير كبيره وشكر كثير كبير لكل فاعلين الخير اللي عم بيلتفتوا لنا نحن وقت اللي عم نكون بهالحاجه، حتى نامن انه طلابنا يضلوا بخير وبالقليل لقمه عيشهم اللي هن مش بحاجه لنا كانوا فيها لو ما صارت هيدي الظروف وطلعوا من عملهم صار لهم شهرين وثلاثه واربعه. هول طلابنا كل عمرهم عندهم عزه نفس وكلامه ومش بحاجة لحدا، بس اليوم هيدا الدور اللي هن محطوطين فيه أقوى منهم وأقسى منهم، فنحن واقفين حدهم وللآخر، ونحن لإلهم وللآخر ولكل لبناني موجود وين ما كان، نحن لإلهم بكل شيء بنقدر من طاقة. وإيطاليا هي بالنسبة إلنا كل شخص عم بيعمل له شيء لإيطاليا عم بتكرمه كثير، وما بقول لك قديش هن حساسين بالوقت الحالي على كل شيء نحن عم نقدر نقدم لهم إياه، وما بنقدم لهم كفاية لأنه قدموا كثير لشعبنا هن كمان. نعم شكرا لك سفيرة لبنان شكرا في إيطاليا شكرا لك أميرة دهر.